هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل والصبح بدري هيكون الجو شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان النهاردة في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، بتمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، وده هيكون على فترة متقطعة. لكن كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو والظواهر الجوية المختلفة اللي احنا بقالنا كذا يوم بنتعرض لها، هتختفي أو هتقل شوية إمتى؟ بالفعل احنا بقالنا عدة ايام بنشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة، اجواء شتوية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، وده بفعل الكتل الهوائية القادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي بتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، كمان وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة بتحيي جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فده بيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، وكمان طبعا فرص الأمطار اللي بيكون متفاوت الشدة من محافظة للتانية. يمكن اليوم متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى تكون حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام، طقس شتوي مائل للبرودة على المناطق الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، يمكن كمان بعض الأماكن من شمال الصعيد، طقس مائل للدفء على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار، كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، توصل أحيانا لحد السقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترة الليل في الأماكن اللي احنا ذكرناها لا يكون عليها السقيع. كمان وجود نشاط لرياح على مدار اليوم فترة النهار أو فترة الليل، ويمكن اليوم متوقع تحديدا يكون في سرعات رياح ما بين 30 ل 40 كيلومتر على الساعة في اغلب محافظات الجمهورية. ده هيساعد بشكل كبير على الاحساس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، يعني لو احنا العظمى 19 درجة مئوية نحسها لو تكون 16 درجة مئوية او 17 درجة مئوية بسبب نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا على مدار اليوم كله. طب هل الرياح دي محملة برمال واتربة ممكن تأثر على مرضى الحساسية؟ لا الحمد لله، الرياح معظمها رياح شماليه غير محمله باي اتربه ورمال مثاره، هي فقط هتاثر على احساسنا بقيم درجات الحراره، وكمان هتؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 3 متر خاصه في عمق البحر المتوسط، هيكون غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه. يمكن احنا اصدرنا تحديث الان بشان الحاله الجويه وخاصه سقوط الامطار، هيكون في استمراريه لسقوط الامطار المتوسطه على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط، تمتد الامطار بكميات اقل للمحافظات الداخليه، وهتكون امطار خفيفه على محافظات جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، خليج السويس. يعني احنا عندنا امطار متفاوته الشده، التاثير الاكثر للامطار هيكون في المحافظات المطله على البحر المتوسط، واللي متوقع كمان استمراريتها على مدار هذا الاسبوع. يعني احنا متوقع على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله استمرار انخفاض قيم درجات الحراره، بل بالعكس هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره فتره النهار بمعدل من 2 ل 3 درجات، لان احنا متوقع ان احنا مع يوم الثلاث والاربع عظمى على القاهره الكبرى توصل ل 16 درجه مئويه فتره النهار. تعمق المنخفض الجوي مره اخرى بشكل كبير خلال الايام المقبله هيزود كميات الامطار مره اخرى على المناطق الساحليه والمناطق الداخليه، فالاسبوع ده هيكون كله اسبوع شتوي بامتياز، انخفاضات في قيم درجات الحراره، يمكن دي هتكون اقل درجات حراره بنسجلها حتى الان في فصل الشتاء 16 درجه مئويه، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. مهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، كل يوم نعرف اماكن سقوط الامطار، الحاله الجويه عامله ازاي، مهم جدا الملابس الشتويه الثقيله، فترات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر، لانه احنا متوقع الايام اللي جايه
الصغرى تكون 9 درجات على القاهرة الكبرى، فنشاط الرياح اللي هيكون موجود يخلينا نحسها لو تكون مثلا 8 درجات او 6 درجات، فلازم ناخد بالنا من البرودة خلال الايام المقبلة بشكل كبير. المحافظات الساحلية المعنية اكتر بسقوط الامطار، لازم مع سقوط الامطار ناخد احتياطاتنا، القيادة تكون بهدوء تام او نبتعد عن اعمدة الانارة واتشاك الكهرباء، الواح الاعانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، لان طبعا في استمرارية لسقوط الامطار على مدار الاسبوع كله، فده ممكن يسبب اي مشكلة، فلازم ناخد احتياطاتنا قبلها. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبداها بالقاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 12، العاصمة الادارية 19-11، اسكندرية 19-11، والعلمين الجديدة 18-10، مطروح 19-10، ودمياط 18-12، بورسعيد 18-12، إسماعيلية 19-10، السويس العظمى فيها 19 والصغرى 11، العريش 18-10، كاترين 10-1، طابة 17-12، حلايب 22-16، شلاتين 24-15، شرم الشيخ 22-15، الغردقة 22-13، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8، بني سويف 20-7، الوادي الجديد 22-6، أسيوط 20-6، سوهاج 21-8، قنا 21-8، الأقصر 22-9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان كانت تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة ومحمد نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمي.